كتير. قبل ما نروح أسأل سؤال قبل ما نروح. اتفضل. لو معاك تذكرة لكأس العالم هتختار فيها المباراة اللي انت تلعبها في دور المجموعات، تختار ماتش ايه؟ ألمانيا وإسبانيا بالنسبة لي طبعا. يحضرها قصده؟ تحضر احضر يعني، مع اختار تيكت مباراة عاوز احضرها في دور المجموعات. ألمانيا وإسبانيا. انا معايا تيكت السعودية والأرجنتين. انت معاك اصلا؟ انت معاك؟ مش هسافر. ثانية واحدة، ثانية، انت معاك فعلا؟ ايوه. واحنا كنا عمالين نتكلم في الموضوع ده، جبتش سيرة؟ ما انا مش هسافر. شفت انت قلت ايه في اول الحلقة؟ لا لا ثانية واحدة، الموضوع ما جاب... قاعدين بنذاكر بقالنا اسبوع ده بجد، ده بجد احنا عمالين كنا نتكلم في القصة. يعني انت معاك تذكرة بس مش هسافر. بس هو السؤال مش دي اجابه السؤال. هو بيقول لك انت معاك تذكره يا معايا يا لا ما معيش. انت مسافر ولا لا؟ كنت بقول لكم لا، بس ده ملوش علاقه بالتذاكر، معايا تذكره. ده بجد يا معلم صح؟ السعوديه والماتش حلو قوي الصراحه. يعني ماتش ايه مالك؟ بص بيقول لك ايه، بس مش هسافر، بس الماتش حلو قوي، بس مش عارف. واحنا كنا عمالين نتكلم في موضوع كاس العالم وعايزين نروح وان ما انا مش رايح. شفت والله ما رايح. انت قلت في اول الحلقه انت كلامك صح، انت بتقول حاجه غلط. بقول لك ايه، انت مش سالك، خلي بالك بقى ليكوا انتوا كده فتعاليا عاملين حلف النهارده انتوا الاثنين. خلي بالك براحتكم. لا ماشي ماشي، عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول انا هجيب تذاكر انا وانت ومش هنقول وما نقولوش. خلي بس ومش هيجي معانا، بس اقعد بقى هنا. ماشي خليك بقى. ما انت شرع وماتش هقطع لك التذكره بتاعت الارجنتين ديت، وهنروح انا وتاني. نروح اتفرج على ميسي، نجيب له تذكره للدوري المصري وهو شغال المنتخب السعودي. خليك انت في الدوري المصري واحنا نروح. طيب على الله ان شاء الله باذن الله. انا لو نفسي اتفرج على مباراه تبقى اسبانيا والمانيا، لو نفسي اتفرج على مباراه ثانيه هتبقى صربيا والبرازيل في دور المجموعات. تامر بشكرك شكرا جزيلا يا صديقي العزيز المتالق الطيب. حبيبي يا هيما بشكرك محترم. طبعا شكرا يا سلطان. لا والله ده انت يا سلطان انت اللي طيب ومحترم وجدا جدا جدا. شكر جدا احمد عز المحلل بمجموعه قنوات شرفتنا ونورتنا يا استاذ. نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي ومنكم النقطه.